السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله يومكم متابعينا الكرام بكل خير. إذن متابعينا الكرام، إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال الطقس على الجزائر ليوم الثلاثاء 11 من شهر جوان، حيث نتوقع كما نشاهد معكم في الصورة أمطار خفيفة ستكون على الجزائر العاصمة البليدة البويرة، بالإضافة إلى ولاية برج بوراريج وولاية أسطيف على شكل زخات في الفترة الصباحية. أيضا أمطار على ولايات سوق أهراس، شمال ولاية تبسة، بالإضافة إلى ولاية قالمة وولاية الطارفة. خلال الأمسية أيضا من المحتمل بحول الله تعالى تساقط أمطار على تقريبا شرق ولاية وادي سوف وولاية ورقلة، بالإضافة إلى تسجيل أمطار معتبرة على ولاية تمرست وولاية إليزي، ستكون رعدية قوية. باقي المناطق الغربية ستكون تقريبا صافية مشمسة طوال يوم الثلاثاء. أيضا المناطق الجنوبية الغربية سنسجل أجواء صفوة ومشمسة، بالإضافة إلى شمال الصحراء والواحات سنسجل سحب كثيفة عابرة خاصة في الفترة المسائية. ننتقل إلى درجات الحرارة ليوم الغد، ستكون مرتفعة على شمال الصحراء والواحات ناحية ولاية بسكرة وادي سوف ورقلة، بالإضافة إلى ولاية الأغواط أضرار تمرست ولاية إليزي قد تصل إلى 40 درجة. أما مناطق الشرقية فستكون درجة الحرارة منعشة بعض الشيء وتتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة على المناطق الشرقية الساحلية والداخلية، بالإضافة إلى المناطق الوسطى سنسجل ما بين 22 إلى 25 درجة، ونفس الشيء على المناطق الغربية الساحلية والداخلية. الرياح يوم الغد ستكون في الموعد على المناطق شمال الصحراء والواحات ولاية ورقلة ووادي سوف، ما تؤدي إلى تطاير للرمال وزوابع رملية خلال الأمسية. أيضا بعض الرياح ستكون على وسط الصحراء أضرار، بالإضافة إلى تقريبا شمال ولاية تمرست قد تؤدي إلى زوابع رملية قوية. إذن كانت هذه نشرة جوية مختصرة ليوم الثلاثاء 11 من شهر جوان، سأوافيكم بكل ما هو جديد أحوال الطقس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.